بلي شكولي حجم لك شعرك؟ حجم لي بجنبك. هلي قولك نعمل لك كيراتين؟ ليه ليه بلي بعد ساقيك شوي. هلي قريتها للجيب الوصل الفينال؟ كاجد دنيا دنيا راهي لابسه لباس تقليدي ماشي لابسه الميني نتاعنا نحن الميني تواسع راهي. ايه والله كلامك صحيح. هلي اختم شكون نجح في الباك؟ اللي كانوا طايحين عزت للكل روحوا لا عنا لا باك لا نوفيام لا سيزيام هما كامله كلها في الشوارع. شيخ العبيد بلي فسر لي شاملوا بها القرايه تو في البلاد توا مستقبل هي اللغه اليابانيه والانمي. شنو هي النمي هذا كوميك ما فزت جدد هي وعندنا واحد تونسي ما اقوى ما ثم في العالم في الحكايه هذه. شكون والله حسب تفكر احمد مناعي هك مادام اسمه مناعي معناها كان يخدم خطار يمشي التاكسي فون يتبع عليه هاتف عمومي ولا يمشي الجزار يصور فيه بقرة تعلم شوية انترنت ولا اخوة واحد يهزونا وي بلي بعد سقيك شوية لا قوي عنده في دي عنده في دي كان ثم واحد عنده في دي في البلاد هذي راهو الحجام من الاخر. كيفاش حلاق شوفك الكاس وكالشهادة هذيكم بركة يحكوا لك حياتي الكل هذي صار انتي هزيت كاس تونس امالة والله معلم من نعيش هز قدامي والله العظيم هز كستي هز ديه ربي بلي خوي بعد زقك شوي انا في بالي الكيس والشهاده يعطوهم بلاش كي تاخذ بارتين نتاع الحجام. ليه يا ولدي شبيك اقوى دوره في تونس تصير هي دوره الكاس تونس للحلاق. والله معلم بب بب بب. سامحني خوي عندك تسكر للبيع تعشني فينا الكاس تونس للحلاق. ليه وفيه وصحيح تبقى وفيه صعبين انا برجولية كل عام نحضر فيه الفينال انا كاس تونس للحلاق طرح نار صاحبي بتاع عميول طرح عميول تعدى نار غول طرح مش نورمال. كيفيه في الفينال تعدلنا دلوز دورناها ضبابط او يو 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 كيفيه ربحت الطرح يا معل بالكود سيزو ايش ربحت الشعر سارة مش تربحوا الشاب كان جي الشعر عنده قدر ما ينبتش في الكرة كأس تونس للتنبير يا خويا علاش كل ما نمشوا للحجام يلسقلنا بساقيه المشكله ما همش ساقيه هذاكم